رجل يذهب إلى القبور ويقول لصاحب القبر: يا فلان أعطني، ويا فلان أغثني، فهل هذا الرجل يعد مشركا بالله؟ ما في شك، اللي يدعو القبور ويطلب منها الحوائج هذا مشرك من الشرك الأكبر والعياذ بالله. وهذا حال القبوريين الآن، مع القبور يذهبون إليها لا للزيارة والسلام عليها، وإنما لدعائها من دون الله وطلب الحوائج منها، هذا شرك أكبر. نعم.